أصدقائي، كيف حالكم؟ من الرسام الذي تعلمنا عنه في المحاضرة السابقة؟ كان رساماً يسمى موندريان. كنا قد لاحظنا أنه من الممكن عمل اللوحات الرائعة فقط باستخدام الخطوط والألوان هكذا. واليوم أيضاً سأعرفكم على رسام جديد. اسم الرسام هو فرانتس مارك، وكان يحب الحيوانات جداً. أتطلع لمعرفة الحيوانات التي رسمها هذا الرسام. هل ننطلق إلى لوحات فرانتس مارك الآن مباشرة؟ هناك الكثير من الحيوانات في لوحات فرانتس مارك لأنه يحب الحيوانات جداً. ماذا ترون في هذه اللوحة؟ نعم، نستطيع مباشرة أن نرى بقرة صفراء، صحيح؟ وهناك بقرة حمراء وبقرة خضراء مخفيان في الخلف، نعم؟ هل فكرتم أن البقر يبدو كأنه يطير؟ صحيح، اسم اللوحة هو البقر الذي يطير في السماء. هذه اللوحة مرسوم فيها حصان ويبدو أجمل حيث تم رسم الحصان باللون الأزرق. ويبدو كأن الحصان يفكر في شيء ما. يا ترى، بما يفكر؟ ما هذا؟ نعم، إنه يحمر. الخلفية مع تناسب اللون الأبيض والبنفسجي عجيبة جداً. وما هذا؟ إنه نمر. قد رسمه مع تجسيد تعبير وجهه المخيف. ماذا لاحظتم من خصائص لوحاته؟ فكروا بالموضوع جدياً. وفي النهاية سنرسم هذه البقرة ونعبر عنها مثل فرانتس مارك. إذن هل نبدأ الرسم من الآن؟ نرسم وجه البقرة وجسمها وأرجلها. رسمت بهذه الطريقة لأننا سنرسمها طائرة في السماء. بعد أن نحدد مكانها، هيا نرسمها بالتفاصيل. نرسم القرن هكذا. ونرسم الأنف والفم هكذا.
هيا نمسح خطوط البقرة التي رسمناها بشكل خفيف هكذا. سأرسم بقع البقرة أيضاً. ليس من الضروري أن ترسموا البقع، ونرسم الخلفية مثل طريقة الرسام بالخطوط المتنوعة. سأرسم هكذا كثيرا من العشب. أشعر كأن البقرة موجودة في النجيلة. إذا انتهيتم من رسم الخلفية، هيا لونوا بأنفسكم بحرية. أوقفوا الشاشة لوقت قصير، ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. قد رسمت هكذا، وأنتم كيف رسمتم؟ نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ يبدو أن فرانس مارك كان يحب الحيوانات جدا. هل تحبون الحيوانات يا أصدقائي؟ أي حيوان تحبون؟ ارسموا الحيوانات التي تحبونها بالألوان الرائعة والأشكال التي تحبونها مثل مارك. سيكون هناك حيوان خاص بكم للرسم، إذن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة. يا أصدقائي، إلى اللقاء!